معاكم صلاح جازي، سني 32 سنة، مهندسة اتصالات وفاشن ديزاينر دلوقتي، ومتزوجة، عندي آدم 6 سنين. الصورة اللي هتشوفوها بعد شوية هي فكرة جت على بالي من 7 سنين. أنا من 7 سنين كنت في الكويت. دي قصة الستارك بس عشان أقول لكم أنا بدأت إزاي. كنت في الكويت وبدور على شغل كمهندسة اتصالات، يعني كل الفرص اللي لقيتها كانت بتعرض وقتي، وقت يناسب حياتي ساعتها، فما كنتش بقدر أدخل فرصة لهندسة الاتصالات يعني. فقلت أدور على فرص في إعلانات يعني مصممين أزياء. أنا بحب الرسم، وأنا كان أول تنفيذ لي كان فستان فرحي، رسمته وعندي رسمتين كمان معاه. فأول إعلان لقيته قلت أقدم، كلمتهم وخدت معاد انترفيو ورحت أنا وزوجي. وصلت هناك لقيت في 3 كمان ما شاء الله قدامهم بورتفوليوز، يعني صور مصممين يعني رايحين يقدموا في شغلانة. فقلنا نكمل، لقينا أصلا الأتليه كبير قوي. قعدت مع المدير بعد اللي قبلي، يعني هما كلهم، انا كنت اخر واحده. قعدت معاه، شاف التصميمات وشاف صور فستاني وشاف صوره تانية، سالني عن حاجات في التنفيذ، هتقدري هتعملي كذا. قعدنا نتناقش فيها، وبعدين في دماغي شغال ان هو هيقول لي طيب اوكي هنبقى نكلمك كده. لقيته بيقول لي انا عايز امضي معاكي العقد دلوقتي، انت جاهزه من بكره؟ قلت له انا لازم اعرف مواعيد شغلي هتبقى عامله ازاي. ده طبعا اول يعني هنت بيجي لي في دماغي اول ما اشوف شغلانه. فعرض طبعا قال لي الشغلانه هتبقي انت مساعده المصممه صاحبه الاتليه، ولما هي هتسافر في عروض ازياء بره انت هتكوني مسؤوله عن الاتليه بالكامل. عرض فظيع، انا ما عنديش اصلا خبره. تاني حاجة المرتب كان مغري جدا، بس الفكرة ان الوقت مش مناسب بالمرة، فرفضت. رفضي ده من 7 سنين دلوقتي هو اللي بيزقني في كل فرصة بدور عليها. الاول طبعا احنا مش سهل ابدا نعرف في مسابقات اساسا او في حاجات بره مصر او جوه مصر، مفيش اصلا جوه مصر كمان، مفيش في الكويت ساعتها، مش مهنة متداركة. كنت في دبي بعدها بسنة، فبرضو بدور على مسابقات. فيعني الرفض ده هو اللي اداني كل مرة اروح تحدي جديد، يعني اقول لا هاخده عشان انا ما خدتش اول تجربة كانت ممكن تعمل لي بوشينج قدام. السبارك بقى اللي خلتني اخرج من القصة ديت وادخل مسابقات بعدها كانت اول حاجة ليا في دبي، اول مسابقة ادخلها. قدمت على الانترنت برضو، ويعني وصلت طبعا المسابقة بالصدفة يعني، قدمت فيها وبعت لهم الرسومات اللي طلبوها، كان 15 ديزاين. لما بعتها لهم جي بقى الرد ان احنا وافقنا عليكي بس عايزين تنفذي ال 15 تصميم دول في اسبوع. انفذ طبعا، دي بالنسبة لي يعني تجربة جديدة خالص. انا نفذت فستان فرحي كان باشن وكان تجربة انا هتحمل موقفها لوحدي، لكن دلوقتي انتي 15 تصميم متحملة الفيدباك بتاع الناس. حاجة اصلا انا في سوق معرفش التنفيذ هنفذ فين. كنت في دبي ساعتها اول سنة، ما كنتش عارفة اروح لمين ينفذ لي الشغل ده. دورت واشتريت الماتيريالز الاول كلها عشان اكبر نفسي، خلاص انا اتفقت مع الناس وهحضر بعد اسبوع فاشن شو ليا، وهيتعرض حاجتي قدام، كان في دبي مول كمان يعني قدام عدد فظيع من الناس. اسبوع كان اصعب اسبوع. بتتعاملوا مع اولا مش بنفس اللغه، اللي بينفذوا الحاجات ديت بيبقوا مهنيين وكمان مش جنسيتك، مش مصريين، دول هنود. بتحاولوا توصلوا لهم قد ايه يعني عايزين دي تطلع ازاي وكده، فاكسبيرينس مختلفة خالص. الحمد لله الاسبوع ده عدى، دخلنا بعدها في الفاشن شو نفسه تجربة. الباك ستيج انا في وسط يعني في محلات اوريدي بتعمل الفاشن شو بتاعها معاكي، ف
فانت يعني حد عارف بيعمل ايه. انا رايحة المكان ده اول مرة، طلعت ستيج وقدمت وعملت شغلي على قد ما اقدر يعني، وفيت يعني. الفيدباك بتاع الناس كان حلو قوي، كان تسقيف رهيب. انا اول مرة احضر حاجة زي كده، من لخبطتي ما مشيتش على الستيج حقيقة. انا يعني خرجت خدت الفيدباك ده ودخلت جوه رهبة فظيعة. الفيدباك الاكبر كان تلفزيون الام بي سي وروتانا خليجية، وبعدين جريدة الاتحاد في دبي، جريدة الخليج، جريدة البيان ورا بعض بيكلموكي وعايزين يحضروا او يسمعوا منك انترفيو لايف شو على يعني على التلفزيون، مش حاجه تسجيل، كمان اكسبيرينسز ورا بعضها. انت بيتكلموا معاكي ان انت براند موجود في دبي، مصممه الازياء المعروفه، وانت اول اصلا فاشن شو تحضريه. فطبعا ده نتيجة المذاكرة الكويسة، يعني انت بتذاكر انت ايه هتقدمه للناس، بتذاكر الفيدباك اللي هيجي، مش بتذاكر بس البداية. بعدها الدفع ديت ادتني اللي بعدها اول فاشن شو، برضو اول مسابقة تانية على العالم يعني على مستوى العالم طبعا، لان هي كانت اسبوع دبي للموضة، ده برضو كانت مسابقة دخلتها. بعدها قدرت اعمل سبونسرنج لكايرو فاشن فيستيفال في مصر، اول فاشن شو للمصممين الموهوبين. تحملت باك ستيج ان انا اعرف ادايركت كل اللي بيحصل في الباك ستيج للناس. دخلنا بعدها بقى على الاقوى كمان، ان قدمت في اسبوع لندن للموضه وبعت لهم، امتحنت طبعا ثرو انترنت حاجات كتير قوي سالوني عليها، انت هتفتحي محلك فين، هتبقى الفيجن بتاعتك كمان 10 سنين انت فين، كلام بقى كتير قوي على يعني على مدى يومين بيبعتوا لي وببعت لهم وبعمل برزنتيشنز ويعني بزنس مش بس فاشن، يعني انتوا بزنس اكتر. رحت لندن فاشن ويك، طبعا انا هناك صراحة جازي من مصر، مش بس من دبي عشان انا مصرية. الفيدباك بقى بتاع لندن مختلف خالص. انت في وسط ناس يمكن انا قرايبي ما كانوش حاضرين معايا في دبي، كانوا حاضرين معايا او صحاب ليا، في لندن معرفش حد من الموجودين، كل الناس اول مرة تسمع الاسم ده وتشوف ديزاينز ليا. الفكرة ان الفيدباك بتاع الجرايد اللي نزلت عن الفاشن شو بتاع الموهوبين اللي جايين من حوالين دول العالم، كان فيها كتير قوي صور للفاشن شو بتاعي، منهم من المدونين لل اه دي الصوره اللي كنت بقول لكم عليها في الاول، ده كان في لندن فاشن ويك. هي دي بقى النتيجه بتاعه الفكره اللي من 7 سنين اللي انا لسه بتكلم في الفاشن شو ده. الفيدباك بتاع الفاشن شو ده منه كان ان في بلوجر كتب هناك، بلوجر معروف كتب ان فستانين من اللي شفتهم لسارة حجازي يتلبسوا على ريد كاربت في الأوسكارز. فطبعا يعني حد ما يعرفكيش بيكتب عن بيكتب عن على مدى اللي بيشوفه في اسبوع لندن الموضة. البلوجرز هناك بيحضروا كل يعني كل الفترة ديت من فاشن شوز. بعدها الواحد باصص بقى لقدام، يعني لندن فاشن ويك ده كان ستارت ان يبقى سارة حجازي مش في وسط الشرق الاوسط، سارة حجازي دلوقتي خرجت بره، يعني التحدي اللي بعد كده، كل تحدي من دول الواحد بيدخله مذاكر كويس قوي، عارف الرد اللي هيكون ليه ايه، عارف يتفوق على منافسيه عشان يعني بيشوفهم الاول طبعا هم عاملين ايه، عشان يوصلك لحلمك، يوصلك لاقصى طموح. الطموح ده والحلم ده مش حاجة اللي هو انا عايزة ابقى بكرة كذا، لا يعني بعد الفترة دي كلها اقدر اقول لكم الطموح ده حاجة عايزة تبقى معدية زمنك، معدية زمن تفكيرك، معدية الفترة اللي انت هتعيش فيها. انت لازم يكون ليك بصمة، يعني لازم يكون الحاجة اللي انت بتعملها في المجتمع دي الخدمة او مهنة جديدة او تجارة جديدة او whatever ايه، هي حاجة انت بتثبت بيها بصمتك في الحياة. فمش بس انت، كمان انت عشان تبقى بصمة لازم يكون مشارك فيها الاجيال اللي بعد كده، كصناعة بقى. انا حلمي صراحة جايزي ده صناعة ازياء في مصر في الاول،
بعد الصناعة ديت هي بتشغل مهن جديدة جوه الصناعة دي، في نفس الوقت بتعلم شباب، يعني في ناس بتدخل بتطلع لها أفكار أو مشاريع بتتعلم خبرة منها وبتخرج، يعني براند متكامل بيعمل كل حاجة ستارتنج من الأزياء وصوت بقى صناعات، صناعات منسوجات، صناعات يعني حاجات كثيرة قوي. البراند ده مش بس جوه مصر، هو مصري الأصل، ووجوده هنا على مدى الأجيال اللي جاية إن شاء الله، وجوده بره بنفس التقل ده، يعني بأنه مصري. الانتماء للمكان ده أنا حطاه الشرط التاني، يعني أول حاجة معدي زمن تفكيرك، تاني حاجة معدي كمان يعني فكرة إن هو ليه مكان، ليه وجود، ليه كيان مصري. لان انا مؤمنة ان الشباب المصريين عندهم مشاريع كتيرة قوي وافكار كتيرة قوي في دماغهم، وكتير قوي بشوف مشاريع حلوة قوي، بس هي عايزة اولا خبرة، الواحد يتعلم ازاي يبتدي او يزق نفسه. واحنا من الخبرة بتاعتنا للأسف مش كل الناس بتجيلها فرصة انها تتعلم بسهولة في اماكن محترفة يعني، وان شاء الله ده اللي انا ناوي اعمله في البراند بتاعنا ان شاء الله. ان انت توصل الحلم بتاعك ده يتحقق، ومن هو في مصر وانه معدي الزمن لازم تخرج بيه بره ان شاء الله. يعني لما اي فكرة تخرج بره انا شايفة انها تخرج تقول ان انا فكرة مصرية. لو انت بتنشئ حاجة جديدة، الفكرة ديت نشأة صغيرة، بتبقى انت صغير واسمك في مصر صغير شوية، لما بتخرج بره وبتتعرف وبتعرف اسمك، انت مصر بتدي لك ساعتها وانت بتديها، انت بتدي لها نجاح وهي بتدي لك ان مصر ده طالع من مصر البراند الفلاني، whatever بقى هو فاشن او اي بزنس تاني يعني. يعني عايزة اقول لكم ان ده الحلم، يعني ده بقية الحلم ان شاء الله. هو الحلم ده الحلم اللي جاي قريب، مش ابعد حاجة، يعني ده مش الطموح، ده الحاجة اللي جاي. ان شاء الله. كنت عايزة اقول لكم حاجة على فكرة ان الحلم ده هو اولا حاجة مش سهلة ابدا، كل اللي فات ده ما كانش سهل وما كانش صدفة، هو اول مرة كانت صدفة ان انا اشتغلت قوي، حسيتها صدفة بس هي كانت انتي عاملة ريسيرش كويس قوي، انتي مذاكرة كويس قوي وسبتيها الباقي على ربنا، فهي الحمد لله خدت مجراها. اللي فات ده كله من اول ما تحط اسم ان انت براند موجود، انت تحملت مسؤولية ان انت وجودك ده لازم يا يفرق يا بتبقاش موجود، يعني لازم تأثر في الناس بشكل معين او تبني لنفسك تاريخ. كل ده مش سهل، مش سهل في ان انا عندي مسؤولية بيت وعندي ابن 6 سنين بيكبر محتاجني كل شوية اكتر، بس انا اهلي او يعني هبدا من اسرتي الصغيره والاسره الاكبر منها والعيله الكبيره، كل دول بيدعموني بشكل مش قادره اوصف لكم قد ايه هو يعني دعم، لدرجه ان هم دلوقتي اللي شايفين الحلم ده يكمل، لازم يكمل، لازم، لانه ما بقاش في نطاقي، بقى جزء من كل حد بيسمعه. ومش معنى كده ان هو هيدخل في الحلم ده ويعمله عشان بس صلاح جازي، صلاح جازي ده احنا يعني اي اسم براند بعد فتره الناس بتسمع قصته لما بتسال على الاسم ده، بس بتتعود انه انت بتقول الاسم، يعني انت خلاص بقى حاجه براند نيم، مش محتاج تعرف مين اساسه لانك شايف نجاحه، فانت خلاص يعني، غير لو عايز تعرف التاريخ ده عشان تانسباير يور سيلف. اهلي من ضمنهم طبعا ابني، في حاجه لمستها في الحياه اللي انا ماشيها دي، ان انا شغلي اللي هو شايفه، هو شايفني برضه بتعب اوقات كتير قوي، لما بيلاقيني مضغوطه في الشغل بتاعي بيتجنب بيضايقني يعني بيساعدني جامد. في نفس الوقت لمست ان هو وصل له فكره، هو كطفل شايف النجاح قدامه، شايف في الاعلان، شايف في المجله، بيجي يقول لي ده حاجتك، ده الشو بتاعك، مامي بتشتغل ايه، ادم مامي بتشتغل فاشن ديزاينر، خلاص هو في دماغه في فكره تتكون ان انت لما بتشتغل وبتعمل وبتركز وبتعمل شغلك جامد انت بيطلع لك نتيجه،
طبعا انا لو ما كملتش هندسه يمكن ما كانش شايف النتيجه دي. يعني انا شايفه ان ده اسهل عليه ان هو يلقط فكره ان في نتيجه لشغلك والنتيجه دي تبهر. فالطفل بينبهر بالتلفزيون بالبرنامج الحاجات دي بتاثر فيه. وهو فاهم دلوقتي يعني ايه ان انت تشتغل تركز بتخرج بنتيجه تبهر الناس. النتيجه دي مخلياني احس ان هو هيعرف يعمل كيانه. عايزه اقول كمان ان الحته بتاعت الكيان دي انا من غير اهلي دول وجودي انا مش هعرف اكمل في حياتي من غير وجودي، مش هعرف اكمل في حياتي من غير كياني اللي هو شغلي اللي هو انا اصلا حاسه انا بعمل ايه في الدنيا. بضيف لنفسي وبضيف للناس، وبضيف للناس اقل حاجه انا بعتبرها هي اكبر حاجه بالنسبه لي بضيفها، ان انا ادي الالهام لحد عنده فكره جواه ونفسه يطلعها، لان انا اتعامل معايا ده وعارفه يعني ايه، عارفه يعني ايه قيمه ان انت توصل في مرحله تبقى شايف حاجه كبيره وهي كانت كبيره. كل ده كلمه صغيره قوي، تحدى نفسك، تحدى نفسك وذاكر كويس قوي عشان تخرج بنتيجه حلوه. بس اخر جمله خالص، التحدي بيخلق الانتكاسات.